ان حسين فيصل هيبقى خناقه كبيره بين الاهلي والزمالك وبيراميدز واي نادي عاوز لعيب موهوب. النهارده علمت ان احد وكلاء اللاعبين المقربين من حسين فيصل قاموا بعرضه على المسؤولين في النادي الاهلي، مش عايزين حسين فيصل، حسين فيصل ده لعيب ده هيكسر الدنيا، حاولوا تاخدوه، حاولوا تستفيدوا منه. اللي ماشي الحال. ف طيب مش ظاهر علامة حمراء انه مباشر؟ لا احنا مباشر والله. ما انا بقول لك انا حاسس ان اليوتيوب في حاجة مش طبيعية، في حاجة مأيداه ومكتفاه، لان لا دي الاعداد اللي بتتابعنا ولا دي يعني ما اقول لايك اضرب اللايك، الناس كلها حبايبي كلهم بيضربوا اللايك. احس ان في حاجة فيها ايذاء لليوتيوب، وفي الاخر انا بسلم الامر لله. لكن ماشي، فحسين فيصل معروض على المسؤولين في النادي الاهلي للحصول على خدماته، ونادي الاهلي لم يبدي قرارا لكن هيفكر في الموضوع. طلب نسخه من عقد حسين فيصل مع سموحه. المسؤولين في نادي سموحه مبكرا وقبل كل الناس، يا قلبي قبل كل الناس، اعلنوا ان هم بيطلبوا 30 مليون جنيه للاستغناء عنه. ابو زيد ربنا يحفظك ابو زيد، قال لك ان هم بيطلبوا 30 مليون جنيه للاستغناء عن خدمات حسين فيصل. امبارح لما اتكلمت في ان حسين فيصل مشي من الزمالك ومعاه 20 لعيب زيه، ودول ثروه واهدار للمال العام لا يقل عن 20 مليون جنيه، قلت يجب التحقيق عمن تسبب في رحيله. فواحد قال لي انت قصدك مرتضى؟ قلت له مش عرفت. اللي كان بيحكم اخر واحد حسين لبيب، واللي قبله عماد عبد العزيز، واللي قبله مرتضى. ايا كان مين المسؤول، يجب ان يتم التحقيق بامانه ومسؤوليه. مين اللي السبب؟ مين اللي تسبب في هذه المواهب ترحل عن نادي الزمالك بامكانياتها وقدراتها الفنيه العاليه، ونادي الزمالك يبقى ما يلاقيش زيه لعيب واحد بس النهارده؟ على الاقل على الاقل 30 مليون جنيه، على الاقل 2 مليون دولار، على الاقل حد زي كابتن حسين فيصل. فمعروض على النادي الاهلي، وفي نفس الوقت فاركو وفيوتشر بداوا يكلموا سموحه للحصول على خدمات في موضوع 30 مليون، لان ده لعيب مستقبل. الزمالك محدش يتكلم فيه، الزمالك محدش يتكلم فيما يخص حسين فيصل، لكنه النهارده انا تاكدت ان احد وكلاء اللاعبين عرضوا على المسؤولين في النادي الاهلي، والمسؤولين في النادي الاهلي قالوا ان هم عارفينه وعارفين امكانياته وعارفين قدراته، وهيعرضوه على المسؤولين الفنيين او لجنه التخطيط، نشوف هم محتاجينه ولا مش محتاجينه ولا ايه اللي يحصل. انا ظن ان حسين فيصل هيبقى خناقه الانتقالات الصيفيه المقبله، بس الناس هتقعد تتابعه تتابعه. لا موضوع ابراز حمد الله مفيش اي مفاوضات من النادي الاهلي، ولم يطلبوا مستر موسيمين، وده بياخد 4 مليون يورو في السنه، مين اللي هيدفعهم؟ فالمسؤول في النادي الاهلي قال لي كده. فده مكسب كبير جدا 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 حسين فيصل لاي فريق يحصل على خدماته. الكارثه ان رحل معاه 20 لاعب اخر. طيب وانا بكلمك على حسين فيصل، وانا بكلمك على حسين فيصل عاوز اقول لك ان الكابتن خالد الغندور، خالد الغندور الاعلامي في قناه نادي الزمالك، لاول مره في حياته يبقى صادق في عدد من الثواني. ثواني بس كده كان صادق فيه، ثواني ثواني على الطاير. اظن انها طلعت غصب عنه، ان هو اعتذر للكابتن وليد سليمان. خالد الغندور هو اكتر واحد نعت ووصف الكابتن وليد سليمان حاول الكره المصريه وحاول النادي الاهلي بانه لعيب مؤذي. كان كل ما واحد يتكلم على غشوميه طارق حامد وعنفه وايذائه للاخرين كان يجي يقول لك ده وليد سليمان هو اللي مؤذي وكذا كذا كذا. سبحان من انطق على لسان خالد الغندور كده بالامس. خالد الغندور بالامس قال لك ايه؟ اعتذر لوليد سليمان، كنت بدخل وليد سليمان في جمله مفيده بسبب الاعلام والهجوم على طارق حامد، بعتذر له عن الفتره اللي فاتت. طيب ايه اللي كان بيحصل الاعلام؟ قال لك الاعلام الناس تقول على الاستاذ كابتن طارق حامد انه يعني دخلته فيها عنف، يقول لك لا ده وليد سليمان اللي مؤذي. فهو دلوقتي بيفتكر ده اسمه في الاعلام تدليس، اسمه تدليس. ليه؟ انت النهارده عندك لعيب انت بتشجعه وشغال في قناته لقناه نادي الزمالك، فلما يجي عليه هجوم تقول لا ده مش طارق حامد اللي كده، ده وليد سليمان اللي كده. ده اسمه تدليس على طول وقلب للحقائق. انك تعتذر عنه دي رجوله،
بس وانت بتعتذر عنه، شوف انت قعدت سنين توصف وليد سليمان بانه لعيب مؤذي. يبقى ما تخطفش الموضوع يا كابتن خالد في ثانيه جري، لا الموضوع ياخد حق، الموضوع ياخد حق، انك انت دلست وظلمت وافتريت على وليد سليمان ده بعظمه لسانك، فما تقولهاش وتجري. لا لا ما تبقاش كده، زي ما انت ظلمته على مدار سنين ادي له حقه. وليد سليمان ده اليوم فرحه كان حادث الدفاع الجوي، وقف فرحه وقعد يعيط او قعد على الكرسي، انه ما يتمناش ان ده يحصل لجمهور الزمالك العظيم. ماشي، وليد سليمان ده اليوم ما اصاب عبد الشافي كان عنده في المستشفى. وليد سليمان ده لما الناس تعرفه وتعرف ان هو لعيب راجل وصعيدي جدع ويعرف ربنا وشهم واخلاق ومتربي، وده ظهر لما اهدى ميداليته للكابتن محمود الخطيب، ثم لما جه السوبر كمان اهداه الميداليه، كان اول واحد يهديه الميداليه، وبعد كده كله لبسه الميداليات في حاله انسانيه رائعه من نجم بيعشق النادي الاهلي ويحب النادي الاهلي، هو وليد سليمان. فاللي قاله خالد الغندور يعني انا كنت اتمنى ان هو يبقى مد الموضوع حقه وعامل حسابه يتكلم في الموضوع، مش يجري فيها كده، ما ياخدهاش جري كده، لان خالد الغندور لم يظلم فقط وليد سليمان وانما ظلم اخرين. بحجه ايه؟ اصل ده اهلاوي، اصل ده ميال للاهلي، اصل ده تبع الاهلي، اصل ده مش عارف ايه، اصل لا، كلمتك اللي بتقولها ربك اللي هيحاسبك عليه، ربنا انطق على لسانك لاعتذار لوليد سليمان. وقلت اصل الاعلام هو اللي بيقلب اللي بيقلب الموضوعات، لا، الاعلام ده انت جزء شريك فيه، اللي بيقلب الموضوعات ده انت جزء شريك فيه، لانك انت بتقول اهو بلسانك انك كنت بتظلم وبتفتري على وليد سليمان، ادي له حقه في الاعتذار، ادي له حقه في الاعتذار، ادي له حقه في انك اذيته على مدار سنوات، فما تجيش بقى في 10 ثواني كده تعتذر له وتجري، لا، لانك انت مدين بالاعتذار لناس كتير اولهم انا، لانك ظلمتني كتير وانا لا املك الا حسبي الله ونعم الوكيل، لا املك الا هي، قعدت سنين على الشاشه بتظلمني وبتفتري عليا، وقعدت سنين على الشاشه بتظلمني وبتفتري عليا، وانت قاعد كده بتهز راسك واحنا بيتم سبنا وشتمنا والخوض في سمعتنا وعرضنا، لكن لا نملك الا حسبنا الله ونعم الوكيل، مش مستنيين منك اعتذار لكن مستنيين العدل من ربنا سبحانه وتعالى، هو ده اللي بيجيب لنا حقنا، انا مش مستني اعتذار من حد، واللي بيتصل يعتذر ماشي، في ناس قبلت اعتذار، في ناس لو ماتوا عمري ما اقبل اعتذارهم ولا سامحهم، لا اقبل اعتذارهم ولا سامحهم لا دنيا ولا اخره. فانت يا خالد من الناس دي اللي صعب ان انا سامحك، لانك افتريت وظلمت وغلطت وشهرت، فانت مش بس وليد سليمان اللي يستحق منك الاعتذار، مش بس وليد سليمان، اتمنى انك انت تبص في المرايه، ده انت شاهد على اول صدام مع مرتضى في برنامجك، وانت اللي كنت بتدافع عنه وتقول الناس ما غلطتش في حاجه، ده الناس لسه ما اتكلمتش، ويل ويل ويل، وهذا الموقف انا شايله لك، لكن اللي افترى على الناس وظلم الناس والخوض في سمعتها واعراضها حاجات بالشكل ده، ده امر غير مقبول، واللي احنا قلناه ايدته اللجنه الرقابيه بتاع والاجهزه الرقابيه اللي فتشت في الناس زمان وطلعت المخالفات وبعتتها النيابه، ماليش بقى علاقه بالوزير رجعه ليه، ليه علاقه بان انا كنت بقوله سليم 100%، ورغم هذا اي ايذاء بتعرض ليه في هذا الشان بحمد ربنا اللي يجيبه ربنا كله خير، ليه؟ لانك انت بتؤذى في سبيل الحق. فانت النهارده الاعتذار لوليد سليمان ما يكونش جاري، وانا ليه عندك حق هاخده يا في دنيا يا في اخر، ومش هسامحك فيه، مش هسامحك فيه خالص خالص، لا انت ولا احمد الطيب ولا كل المجموعه بتاع هزاز الرؤوس، بالاسم هو بقول لك انتوا اذيتوا الواحد نفسيا بشكل مؤلم ينتقم منكم ربنا، ما اقدرش اقول اكتر من كده، لكن موضوع وليد سليمان ما تقلبوش، اديله حقه، لايك وشير وصلي على الزين وادعي لنفسك والوالدين والغير. والله ما كنت احب اتكلم الكلام ده اصلا، احنا بنحاسبن وخلاص، بنحاسبن وخلاص، بنوكله سبحانه فيهم وخلاص. لايك وشير وصلي على الزين وادعي لنفسك والوالدين والغير.
مرتضى منصور عمل اجتماع النهارده في بيته هو ومجلس اداره نادي الزمالك، سابوا الموبايلات بره ما حضروش بيها الاجتماع. تم اتخاذ قرار بمواعيد انتخابات نادي الزمالك على 3 ايام، هي ايام 10 و11 و12 فبراير، وفتح الترشيح من 21 ل 27 ديسمبر، والانتخابات تبقى على 3 ايام. 3 ايام دي هتعمل صدام مع السيد وزير الشباب والرياضه، اللي هو لائحه الاسترشاديه بتقول ان الانتخابات بتجري على يوم واحد. مرتضى بيقول ان ال3 ايام ده السبب فيها موضوع الكورونا، انه خايف على الناس من كورونا. والوزير قال ما كان يوم الخميس اللي فات كان في كورونا وكان النادي مليان ناس، كل الانديه عملت وخدت اجراءاتها الاحترازيه، واقيمت الانتخابات على يوم واحد في الصيد، في الاهلي، في الجزيره، في السموحه، في كل الدنيا. فده مربط الصدام بينهم بعض. وعلى الجانب الاخر ظهر الاستاذ ممدوح عباس وطلب بلجنه محايده لاداره العمليه الانتخابيه داخل نادي الزمالك. نشوف ايه اللي هيحصل في الفتره اللي جايه، بس انا ضد اجراء انتخابات في نادي الزمالك. ليه بقى؟ الوزير رجعه خلاص، مش انت رجعته خلاص، اديله السنه اللي فاتت بقى اللي مشي فيه. مش انت اديت حق للناس انه كان على حق وانت كنت على باطل، رغم انك ما كنتش على باطل قعده بقى. هو عامل عاوز يعملها على 3 ايام وحطك في حرج شديد، اما الصدام وانت مش تقدر تصطدم معاه ماشي لانه متوصي عليه، واما انك انت تشيله وتجيب لجنه محايده، ومش هتقدر تعمل دي بره، مالكش غير انك انت تسيسه. وما لوش تفاصيل، ما لوش دعوه التفاصيل بقى. يلا سلام.